أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، فسر بعض المفسرين بأن النجم هو ما لا ساق له من النبات، فهل لهذا التفسير وجه؟ نعم، هذا هو الظاهر، لأن قابله بالشجر، فالنجم ما ليس له ساق والشجر ما له ساق، والعشب يسمى نجما في لغة العرب، هذا مأخوذ من لغة العرب. نعم.